ماشي ولد الفشوش، هذاك انسان جاهل، قبح الله الجهل. هذاك انسان جاهل ويقوم بهذاك العمل، ربما هو ما تيعرفش العواقب ديالو، يحاول ان بغى يدير البوز بواحد الطريقه اللي هي غير قانونيه، بواحد الطريقه اللي هي مستفزه حتى للناس اللي كيشوفوها. وبالتالي انا اعتقد بان هذاك السيد هذا يجب على النيابه العامه ان تتدخل وان تحرك المتابعه في حقه فيما يخص المخالفات ديال قانون السير، لانه كيسوق بهذيك الطريقه اللي ممكن انه يضر الغير ويضر نفسه، ويمكن انه يحدث ما لا تحمد عقباه، ويمكن ان ما يحدث قد يؤدي بحياته هو، لانه غادي كيلعب في الخطر. وبالتالي هذا انسان غير عاقل، انسان لا يدرك الخطر ديال العمل الذي يقوم به، حتى ولو حركت النيابه العامه المتابعه في ضده وتم الزجر به في السجن. فاعتقد على ان هذا الانسان يجب ان يتلقى علاجا نفسيا، خص دير ليه واحد، يدير ليه واحد الترويض فكري، واحد الترويض عقلي، وخصو يتلقى واحد 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 المجموعه ديال الدروس النفسيه عند طبيب نفسي اخصائي، باش ما يبقاش يدير بحال ذاك العمل. لان حتى ولو ديتيه سجنتيه، ديتيه درتي ليه معاقبه حبسيه، فاعتقد على ان ذلك لن يغير شيئا في نفسي. لان باش تقوم بهذاك العمل، باش تقدم على ذاك العمل، باش انك دير البوز عند الناس وتعرض حياتك وحياه الناس وحياه المستعمر الطريق السياره للخطر، فهذا كيدل على ان السيد هذا عنده شي حاجه في التكوين الفكري ديالو. ماشي كاينين الناس عندهم نفوذ، ولاد ناس عندهم نفوذ، ولكن يحترمون القانون ويحترمون انفسهم ويحترمون الاخر ويحترمون الغير ويحترمون الدستور ديال البلاد ويحترمون القانون ديال البلاد. هذاك انعدام التربيه، هذاك انسان هو ما ترباش. هذاك الولد الفشوش الاول اللي كان دار ذاك العمل راه يعني دار الضجه في مواجهته، وتم وتلقى عقوبه حبسيه، وتم تاديبه. هذا الشخص هذا قلت لك انا هذا العقوبه الحبسيه اولى ان يقع عمله تحت طائره القانون، هو لن يجدي فيه شيء. هذا السيد خصو يمشي يتعالج، خصو يمشي عند طبيب نفسي او نفساني باش يتعالج، لان اللي كيمشي للاكستريم، اللي كيمشي للاكستريم وكيدير هذا العمل هذا هو شخص غير سوي، وكلام العقلاء منزه.